أهلا بكم في هذه الحلقة. في هذه الحلقة سوف نرى صناعة الدواء كوبوفلوك انجكشن. هو عبارة عن حقن وسوف نجربه على أحد الأغنام. يعطى حقنا ويعطى عن طريق الفم أيضا. إذن كوبو من كلمة كبر وفلوك يعني القاطع الأغنام. كوبوفلوك اسم تجاري يناسب هذا المادة. إذن ما هو كوبوفلوك؟ هو عبارة عن كابر دايسوديوم اي دي تي اي. سوف نرى ما هو الاي دي تي اي. كابر دايسوديوم اي دي تي اي اذا صيغته الكيميائية سي 10 اتش 12 سي يو اللي هي الكابر صوديوم 2 ان 2 او 8. اذا والذي هو عبارة عن نحاس مخلبي على اي دي تي على اي دي تي لوقاية وعلاج الأغنام من نقص النحاس، ويعطى حقنا أو عن طريق الفم، ولكن أساسا هو يعطى عن طريق الحقن. إذن الـ EDTA ما هي؟ هي إيثيلين داي آمين تترا أسيتيك أسيد، وهو مخلب، نوع من أنواع التشيليتورز، نوع من أنواع المواد المخلبية. الـ EDTA صيغته الكيميائية سي 10 اتش 16 ان 2 او 8. الاي دي تي اي تترا صوديوم يباع منه الداي صوديوم ويباع منه التترا صوديوم. انا الذي لديه هو التترا صوديوم، هذا هو اي دي تي اي تترا صوديوم. اذا اي دي تي اي تترا صوديوم هو سي 10 اتش 12 ان 4 صوديوم ان 2 او 8. اذا نزعنا 4 هيدروجين وعوضناهم ب 4 صوديوم هكذا. اذا المعادله الكيميائيه هي كالتالي: 4.19 غرام كابر سلفيت، طبعا هذا هو الكابر سلفيت بنتاهيدريت، سوف نقوم بالتعديل. اذا 4.19 غرام كابر سلفيت على اساس انهيدريوس زائد 10 غرامات اي دي تي ا اي دي تي ا تترا اي دي تي اي تترا صوديوم 10 غرامات يعطينا 10.46 غرام كابر داي صوديوم اي دي تي اي زائد صوديوم سلفيت كمواد ثانويه 3.73 غرام. نسبه النحاس في الكابر داي صوديوم اي دي تي اي هي 15.97% تقريبا 16%. اذا نقوم بالتحويل كالتالي: اذا الكتله الموليه لكبريتات النحاس خماسي الايمها هي 249.68 غرام على المول يقابلها المجهول اكس، والكتلة المولية لكبريتات النحاس عديم الإيماها هي 159.6 غرام على المول ليقابلها 4.19 غرام. هذه النسبة، هذه الكمية. إذا X يساوي 249. إذا X يساوي 249.68 ضرب 4.19 تقسيم 159.6 أجد X يساوي 6.56 غرام. إذا سوف أزن 6.56 غرام تقريبا 7 غرامات من الكابر دايسو من عفوا من الكبريتات النحاس خماسي الإيماها وأفعلها مع 10 غرامات إيديتيا تترا صوديوم. نحتاج إلى قارورتين نظيفتين. أول شيء نزن 7 غرامات كبريتات النحاس خماسي الإيماها. إذا هذه 7 غرامات كبريتات النحاس خماسي الإيماها، إذا نحضرها إلى هنا وندخلها داخل هذه القارورة النظيفة ونضيف عليها الماء المقطر. يجب أن نعمل بالماء المقطر، نضيف عليها مثلا حوالي 50 مللتر من الماء المقطر. الآن أضفت حوالي 50 مللتر من الماء المقطر إلى 7 غرامات كبريتات النحاس خماسي الإيماها. الآن نخلط جيدا حتى ينحل كل هذاك البلورات كبريتات النحاس خماسي الإيماها. الآن نترك كبريتات النحاس ينحل ونأتي إلى وزن 10 غرامات اي دي تي اي تترا صوديوم. إذا هذه 10 غرامات اي دي تي اي تترا صوديوم نحضرها إلى هنا وندخلها بواسطة هذا القمع داخل هذه القارورة.
الان ذوبنا عليها، اذا اضفنا لها الماء. الان نخلط حتى تنحل هذيك الـ DTA. هي شديدة الانحلال في الماء. الآن ذابت كل هذه الـ EDTA. الآن ذاب كل هذيك بلورات كبريتات الحديد خماسي الإمهال. الآن نضيف كبريتات محلول كبريتات النحاس إلى محلول الـ EDTA تتراصوديوم. انظر كيف اللون تغير إلى اللون الأزرق الغامق، يدل على أن التفاعل تم. إذن انتقلنا من اللون الأزرق العادي إلى اللون الأزرق القاتم. لاحظ، هذا هو الكابر دايسوديوم EDTA، النحاس المخلبي على EDTA. لا داعي للتسخين، التفاعل هو فوري. طبعا هذا هو منتج كوبوفلوك، والذي اساسه كوبر دايسوديوم EDTA، يعطى عن طريق الحقن تحت الجلد وعن طريق الفم. الان نحسب التركيز، يجب ان نحسب التركيز، هذا ضروري جدا. اذا نحسب التركيز عن طريق العمليه التاليه. تركيز منتج كوبوفلوك هو 10.46 غرام، هذه النسبه. تقسيم الحجم، إذا سوف أحسب الحجم باستخدام هذه الكأس المدرج. إذا الحجم هو تقريبا 200 مللتر، 200 مللتر بالضبط. إذا عدنا هذا النعجة، سوف تقريبا وزنها 20 كيلوغرام. إذا سوف نجرب عليها. إذا 2 مللتر فيها 0.2 ملغرام نحاس على شكل كوبر دايسوديوم EDTA عن طريق تحت الجلد، عن طريق الحقن تحت الجلد. نراقب الحيوان على علامة التسمم وعلامة الحساسية لمدة 24 ساعة. نعطيها علامة حتى لا يختلط علينا، يتلبس علينا النعاس. إذا أعطيناها رمز C1 اللي هي من كلمة كابر واحد، أو المنتج كوبوفلوك واحد. هذه الحقن لحد الآن لا توجد حساسية، لا توجد علامة التحسس. الأنافيلاكسيس عادي. إذا عدنا نعجة أخرى، نعجة ثانية بالغة، نعطيها عن طريق الفم، تجربة عن طريق الفم. 1 مللتر من كوبوفلوك فيها 52.3 ملغرام كابر دايسوديوم EDTA. هذا هو. أيضا نراقبها على علامة التسمم، علامات الحساسية لمدة 24 ساعة. طبعا الحذر، النحاس جد سام للأغنام، يجب أن نعطيه بجرعات مدروسة. نعطيها علامة أيضا C2. هذه C2، علامة C2. لحد الآن عادي، كل شيء عادي. إذا أضفت له الماء،
إذن على حسب، حتى أعطي يعني أستطيع أن أعطي كل رأس أعطي له 5 مللتر، 5 مللتر فيها 20 ملغرام كابر ديسوديوم اي دي تي اي. إذن أنا غيرت التركيز هكذا، إذن كالتالي غيرته كالتالي. بالنسبة للأورالي، إذن ام واحد يساوي ام اثنين، ام واحد هو كتلة الكابر ديسوديوم اي دي تي اي قبل إضافة الماء، وام اثنين هي كتلة الكابر ديسوديوم اي دي تي اي بعد إضافة الماء. إذن سي واحد في واحد يساوي سي اثنين في اثنين. سي واحد هو تركيز الكابر ديسوديوم اي دي تي اي قبل إضافة الماء، والفي واحد هو حجمه قبل إضافة الماء، وسي اثنين هو تركيز الكابر ديسوديوم اي دي تي اي بعد إضافة الماء، وفي اثنين هو الحجم الجديد. سي واحد يساوي 5.23% ضرب 2.39 هكذا تقسيم 5. أنا في الأصل كما قلت لكم نأخذ 2.39 مللتر، أنا سوف أخذ 5 لأنه 2.39. كيف أستطيع أن أسحبها بالحقنة في كل مرة في التجريع؟ في التجريع هي العملية ثقيلة، إذن ولكن عندما أسحب 5 مللتر العملية سهلة. أنتم تستطيعون تبديل 5 مللتر بأي رقم تريدونه، مثلا 10 مللتر، 20 مللتر إلى آخره. التركيز 5.23 يبقى ثابت. إذن التركيز هذا خاص بي التركيز. إذا سي 2 يساوي 2.49%، إذا نزلت التركيز من 5.23 إلى 2.49%. نخرج في 2، في 2 يساوي ام 2 على سي 2 وتساوي 10.46 غرام، لا ننساها، على 2.49%. أجد في 2 يساوي 4.18 ديسيلتر، يعني هي 418.41 مللتر، تقريبا 420 مللتر. إذا هي كانت 200 مللتر، وأضيف لها الفرق 420 ناقص 200 هي 220 مللتر. إذا أنا أضفت لل 200 مللتر أضفت له 220 مللتر، أصبح الحجم الكلي 420 مللتر. الآن أستطيع أن أعطي 5 مللتر لكل رأس بكل أريحية، بكل سهولة في سحب المنتج، وأعطيه عن طريق التجريع بالفم. إذا أعطيته 5 مللتر لكل رأس أكون قد أعطيته 20 ملغرام كبر ديسوديوم اي دي تي اي هكذا. إذا التركيز الجديد هو 24.9 ملغرام على المليلتر هكذا، هو نفسه هذا مضروب في 10. هذا تحققت فقط هل حسابتي صحيحة أم لا. نأتي للحقن. للحقن يحقن، هو يحقن سب كيو تحت الجلد يعني. إذا نفس الشيء كتلة، إذا هذا التركيز لو أني أحقن منه، حتى ولو أحقن منه يعني 1 مللتر سيموت الحيوان، لأنه 1 مللتر فيها كمية كبيرة بالنسبة لمتطلبات الأغنام. الأغنام أشد حساسية للنحاس هكذا. إذا من جديد سوف أخذ 1 مللتر من هذا المحلول وأضعه في كمية معينة سوف أحسبها من الماء المقطر داخل هذا الطاس، ثم أسحب من هنا من هذا المحلول الجديد وأحقن للحيوان. إذا ام 2 يساوي ام 1 يساوي ام 2. إذا ام 1 كتلة الكبر ديسوديوم اي دي تي اي التي سوف أسحبها في الواحد مللتر تساوي نفسها التي سوف أضعها هنا وأضيف عليها الماء المقطر. إذا سي واحد في واحد يساوي سي اثنين في اثنين. أخرج في اثنين يساوي سي واحد في واحد على سي اثنين. في اثنين يساوي 24.9 هذه التركيز الجديد. إذا هذا تركيزه هو 24.9 ملغرام على المليلتر كابر ديسوديوم اي دي تي اي. أضربها في 1 مليلتر، لأني سوف أسحب 1 مللتر من هنا فقط، 1 مللتر يكفيني. إذا تقسيم التركيز الجديد 2 ملغرام في المللتر هكذا. التركيز الجديد إذا سوف أخفض التركيز من 24.9 ملغرام على المللتر إلى 2 ملغرام على المللتر،
وأعطي 1 مللتر للغنم البالغة، نكون قد أعطيتها 2 ملغرام، هكذا V2 يساوي 12.54 مللتر. إذا 12.54 مللتر هذا الحجم الكلي، أنقص منه 1 مللتر، لا أنسى أني سحبت 1 مللتر ندخلها في الحساب، هكذا 1 مللتر بأننا ندخلها في الحساب بأننا نطرحها من 12.45، هي 11.45 مللتر. إذا سوف أسحب 1 مللتر من هذا المحلول وأضعه هنا وأضيف عليه 11.45 مللتر من الماء المقطر، تقريبا 12 مللتر. أحسب C2 الجديدة، هي M2 على V2 هي 24.9 تقسيم 12.45، هذه 24.9 هي هذه، فأجد 2 ملغرام في المليلتر. التركيز الجديد الركومنديشن هنا، إذن المتطلبات هي 2 ملغرام لكل رأس، يعني 1 مليلتر لكل رأس. الآن عندي هذه الحقنة، سوف أسحب 1 مليلتر من هنا. إذن هذه 1 مليلتر، الآن هذه 1 مليلتر نتاعنا، سوف أضيف عليها 12 مليلتر تقريبا باستخدام هذا الفنجان البلاستيكي المدرج من الماء المقطر طبعا. إذا أضفنا عليها 12 مللتر أو تقريبا 12 مللتر، أصبح الحجم الكلي هو 12.45 مللتر. أخلط الآن، أسحب 1 مللتر وأذهب إلى حيوان، إلى غنمة، أجرب عليها الحقن تحت الجلد. إذا التركيز هنا 2 ملغرام في المللتر، إذا 1 مللتر فيها 2 ملغرام للرأس الواحد. إذا عدنا هذه النعجة التي سوف نجرب عليها 2 ملغرام حقنة، نعطيها علامة، إذن هذه جربنا عليها 2 ملغرام كابر دايسوديوم إيديتيا، أعطينا لها الرمز CI من كلمة من جملة كابر إنجكشن. لحد الآن لا توجد، نراقبها طبعا على الحساسية، علامات الحساسية وعلامات التسمم. لحد الآن يعني لا يوجد أي آثار للحكة، للأنافيلاكسيس، لل. إذا عدنا النعجة C2، هذه C2 التي جرعناها النحاس عن طريق الفم، 1 مللتر فيها 52.3 ملغرام كابر دايسوديوم EDTA، هي تأكل عادي. حد الآن لا توجد علامة التسمم ولا علامة الحساسية. حقناها صباحا، جرعناها صباحا ونحن في المساء. هذه C1، هذه C1 النعجة C1 التي حقناها 0.2 ملغرام 2 مللتر فيها 0.2 ملغرام كبر دايسوديوم EDTA، هي تأكل عادي. هذه C1، هذه النعجة CI التي حقناها 1 مللتر
فيها 2 ملغرام كبر ديسوديوم اي دي تي اي، هي تاكل عادي. لحد الان في الثلاث غنمات لا توجد علامات الحساسيه ولا علامات التسمم. اذا بعد مرور 24 ساعه من الحقن والتجريع، اذا هذه هي النعاج، هذه النعجة سي واحد التي حقنها 0.2 ملغرام تحت الجلد، هذه الأورالي سي 2 التي جرعناها 52.3 ملغرام كابر ديسوديوم اي دي تي اي، هذه ايضا كابر ديسوديوم اي دي تي اي، وهذيك التي حقنها هذه حقنها 2 ملغرام كابر ديسوديوم اي دي تي اي نفس الشيء تحت الجلد، هي كلهن ياكلن الان عادي. هذا كان فيما يخص تجريع وحقن الكبر دايسوديوم اي دي تي اي منتج كوبوفلوك لتزويد ووقاية وعلاج الأغنام من نقص النحاس. إلى اللقاء.